معكم رئيس جمعية ديال الشباب أقشر للتنمية المستدامة. الحمد لله أقشر دابا في حلة جديدة تعرفت الحمد لله لهاد إن شاء الله الخميس اللي بدينا فيه دابا الحمد لله افتتاح ديال المنتزه الوطني ديال أقشر. غير هو الحمد لله دابا الناس كيجيو شوية بشوية. الناس اللي خوفاني دابا من هاد الكوفي ديال 19 خوفاني، دابا الحمد لله الامور شويه بشويه، وقع شويه ديال التخفيف الحجر الصحي الحمد لله بين المدن، والحمد لله المنطقه السياحيه دابا تعرفت كثير عبر المنابر الاعلاميه اللي كنشكر انا هو اولا الصحافه. وهاد المنطقه هادي جميله بزاف بزاف، فيها الامن الحمد لله، تحيه للاطر الطبيه اللي سهرت علينا في هاد كوفيد 19، والحمد لله لجميع تحيه كبيره للدرك الملكي، وتحيه كبيره للقوات المسلحه الملكيه، تحيه كبيره للقوات المساعده حتى هي اللي سهرت علينا وسهرت على هذا الوطن الغالي في هذه المنطقه هذه. فالحمد لله منطقه ديال اقشور منطقه امنه كتوفر الحمد لله على المطاعم اللي هما الحمد لله جميلين هنايا نقيين، بالنسبه للمراقبه الحمد لله الامور بخير وعلى خير. وهاد المنطقه هذه الحمد لله دابا مزيان، غير هو كنقول للزوار الكرام اللي كيزوروا هاد المنطقه هذه ممنوع السباحه، ماشي غير الواد ديال اقشور، الويدان ديال المغرب كامل بالنسبه للبيسينات والويدان. وشكرا. نافع رحيم، بالنسبه للوضع في اقشور ما بعد كورونا، والحمد لله بدا توفد ديال الزوار، كاين بعض الاجراءات اللي هي احترازيه لكنها في صالحه المواطنين، منها الاجراءات ديال التعقيم ديال هذا، لكنها حاولنا ما امكن اننا نخففوا من التاثير ديالها، غير يكون واحد التعقيم كامل باقل مجهود. الحمد لله اقشور هي منطقه جميله جدا، منطقه حافظت على صفر حاله منذ بدايه هذا الوباء، اقليم الشاون كامل شف شاون كلها صفر حاله، يعني هي واحد المنطقه اللي هي امنه جدا بالنسبه للي بغى يزورنا واللي بغى يجي عندنا. كاين شلالات طبيعيه، كاين مناظر هائله اللي لحد الساعه هي تراث عالمي، اقصد دخلت ضمن مناطق طبيعيه عالميا. فكنرحبوا بالجميع، بالنسبه للناس اللي في لازون واحد فما كاينش المشكل الدخول والخروج ديالهم في اقشور، الناس اللي في لازون 2 كاين واحد الاجراء بسيط ديال انهم يكونوا ديجا داروا التحليله وديجا خداو تصريح من طرف السلطات المحليه، لكن انا كنشجع جميع المغاربه يجيو عندنا مرحبا بهم، غيلقاو واحد الجو جميل، غيلقاو واحد الامان لا من الناحيه الوبائيه لا من الناحيه الطبيعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا فرحانين بالعوده لهذا النشاط ديالنا، النشاط ديال مزاوله المطعمه. الحمد لله احنا بعد الجائحه ضررنا بشكل كبير، لانه تشدت في وجنا بزاف ديال البيبان ديال اقشور، خصوصا لان عندنا مدخل واحد تم غلقه، بالتالي ما بقاش عندنا يعني السائح من يدخل. المهم احنا كمنطقه واحد كنرحبوا بجميع الناس ديال المنطقه واحد، مع احترامنا طبعا الناس ديال المنطقه جوج، تضامنا من كنتضامنوا مع مساكن، لان حتى هما ما كرهناش حتى هما يخرجوا مساكن ويخدموا داك الشيء ويجيو عندنا، حتى احنا مرحبا بهم، وانما الناس ديال المنطقه واحد كنرحبوا بهم في المنطقه ديال اقشور اللي هي منطقه جد جميله رائعه، واللي هي ما معروفاش بزاف عند بعض الناس، وانما المهم كتبقى المنطقه ديال اقشور هي منطقه جميله بالمناظر ديالها الطبيعيه والخلابه اللي كتميز بها. طبيعة الحال لان السلطه المحليه ولا وزاره الداخليه كنت معطوا التعليمات على ان المنتزهات والشواطئ يتم الفتح ديالهم، اذا بالتالي المواطن كيتسمى تقهر في الدار ديالو بطبيعة الحال غادي يخرج ويتسارى ويفوج ويكون ويخرج يفوج وليداته ويجين عندنا ان شاء الله، ومرحبا بالجميع ان شاء الله.